اليوم تم توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى، وعدد كبير جدا من المشاكل والقضايا الآن هي على طاولة التنفيذ إن شاء الله بعد هذه الاتفاقية. وسعيدين جدا في هذه المساحة عبر أفراح السلام من فضائية الخرطوم بأن نتناول هذه الوثائق المختلفة، ونتحدث أيضا عن مجموعة من البنود وأيضا عدد من الإفادات وعدد من المحاور حتكون معنا اليوم إن شاء الله في أفراح السلام هذه الفترة المفتوحة. وفي البداية سعيد جدا أن أرحب بالأستاذ الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل يصحبنا في هذه المساحة. أستاذ الجميل نهارك سعيد. نهاركم سعيد، وسعيد بأن أكون في يوم فرح السودان، يوم أفراح السلام، عبر شاشة فضائية قناة الخرطوم. وهذا اليوم المبارك السعيد الذي نقل البشريات من جوبا إلى الخرطوم في تقديري أنه يوم يستحق الوقوف عنده، وأن يطلق للناس بشارات، وأن نشيع في الأجواء حالة من الأمل والفرح والتفاؤل. نعم أستاذ الفاضل، اليوم الشوارع السودانية ستكون يعني في قاية الفرح، وكذلك البيوتات، وأيضا المغتربين برضو عندهم يعني مساحات ومتنفسات للأفراح من خلال هذا الاحتفال وهذه المناسبة الكبيرة بمناسبة توقيع اتفاق سلام السودان. في البداية خلينا نتكلم عن اتفاقية السلام في حد ذاتها، البنود اللي كانت في طاولة النقاش والمفاوضات. أولا السلام بات عصيا، وكان المتوقع أن ينجز وفق الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. نعم. الذي وقع قبل عام تقريبا، أن ينجز في غضون 6 أشهر، وكثير من العقبات والعراقيل كانت على الطريق، أيضا بشكل مبرر أو غير مبرر قاطرة السلام لم تنطلق بالإيقاع المطلوب. أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. جاءت جائحة كورونا أيضا ألقت بظلال على المشهد السياسي وعلى حركة التواصل ما بين أطراف حركات الكفاح المسلح وحكومة السودان، وأيضا أدت إلى حالة من الجمود في منبر جوبا التفاوضي. لكن في العموم في تقديري أن هذا الاتفاق اتفاق تاريخي واتفاق مهم لجملة أسباب. نعم. أولا هذا الاتفاق لأول مرة يحدث اتفاق مع حكومة فترة انتقالية مع حركات كفاح مسلح. تاريخ الاتفاقات السياسية في السودان، اتفاقات السلام في السودان، ظل دائما مع الحكومات العسكرية ومع فصائل تحمل السلاح منذ السودان الموحد قبل الانقسام. من النادر أن تلقى اتفاق تم مع حكومة مدنية انتقالية وحركات تحمل السلاح. هذا الملمح الأول، وفي تقديري هو ملمح إيجابي. صحيح في فترة الانتقال في ما بعد العام 85 التقرير إيضاحها بحكم الرئيس نميري، كانت هناك نوع من الاتفاقات، لكنها اتفاقات اتخذت الطابع الحزبي غير الرسمي، يعني مثل اتفاقية كوكادام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، أيضا اتفاقية المرقني قرن التي لم تكتمل، لكنها لم تتخذ الصفة الرسمية، لم تكن اتفاقات في إطار الدولة بصفتها الرسمية، والحكومة هي التي باشرت التفاوض. هذا يحدث لأول مرة. هذا وجه أو جانب بالتأكيد. واحدة برضو من الإفادات وواحدة من المداخلات اللي كان قدمها السيد الرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بأنه اتفاقية السلام هي نموذج يعني الآن يمكن تقدم لدول الجوار، الدول التي بها حروبات ومشاكل داخلية، لأنه كان في إرادة كبيرة. جائحة كورونا وطابع الحكومة والفترة الانتقالية زي ما تفضلت أنت. نعم صحيح. أنا في تقديري أنه يعني إذا أخذنا السمات العامة لهذا الاتفاق نجد أنه يختلف عن كثير من الاتفاقات التي أبرمها النظام المبات في الفترة السابقة. نعم. إذا تحدثنا عن اتفاق أبوجا مع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركم مناوي، أو تحدثنا عن اتفاقية الدوحة التي أيضا أبرمت مع حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور تيجاني السيسي، وبعض الاتفاقات الصغيرة التي تمت مع فصائل منشطرة عن حركات مسلحة. هذا الاتفاق يختلف بدرجة كبيرة، وهذا وجه الاختلاف في شقين. الجانب الأول أن البروتوكولات التي وقعت، التي شكلت هي مفردات لاتفاقية السلام،
في تقديري أنها قد تناولت أسباب الحرب وجذور المشكلات، المشكلة وقد الحقيقية. لامست عصب الأزمة في الحقيقة. كثير من هذه البروتوكولات ناقشت قضايا ظلت تفرز وتنتج حالة الحرب المستمرة، الحروب الأهلية، وطالما أن الأسباب التي تقود إلى الحرب ظلت موجودة يصبح السلام سلام مؤقت وغير مستدام. أنا في تقديري أن البروتوكولات تضمنت تفاصيل وجزئيات مهمة جدا، وأصبحت هي يعني لا تستثني الحديث عن تدابير العدالة الانتقالية، تتحدث عن قضايا النزوح واللجوء، تتحدث عن التعويضات وجبر الضرر، تتحدث عن قضايا نزاعات الأراضي والحواكير، وتتحدث عن كثير من المشكلات التي ظلت هي عامل من العوامل التي تؤدي إلى تجدد حالة الحرب. وبالتالي أنا أعتقد في هذا الملمح أن هذه الاتفاقات خاطبت جذور الأزمة أو المشكلة. نعم أستاذ جميل، السلام عادة يوصف بالفشل عن ذهنية المواطن السوداني. مجموعة من الاتفاقيات مرت علينا في السودان سنوات قديمة جدا، لكن النموذج الآن اللي هو أمامنا في اتفاق سلام السودان بجوبا يعني كفيل بأنه يغير الذهنية والأفكار الجديدة، باعتبار أنه خاطب جذور الأزمة إذا كان في المنطقتين أو إذا كان القضايا الأساسية اللي من أجلها رفعت البندقية. هو بطبيعة الحال لو أردنا نتحدث عن تجارب الفشل في اتفاقات السلام السابقة في تاريخ السودان منذ الاستغلال وإلى الآن، هذا الظن صحيح يعني. لكن ما هي عوامل الفشل؟ يعني دائما تلقى إنه الاتفاقات دي أبرمت مع حكومات شمولية، مع حكومات يسيطر عليها الفرد، مع حكومات أحادية النظر، لأغراض ممكن نقول عليها سياسية وأغراض خاصة غير المصلحة العامة. أي نعم، مع تبدل يعني الغرض من إنتاج اتفاقية السلام يصبح قرض مؤقت بالنسبة للحاكم في وقت من الأوقات لتهدئة جبهات القتال، لحلحلة بعض المشكلات، لتمزيق فواتير الحروب. ولذلك يعني أذكر في هذا المقام أن مولانا أبي الألير نائب الرئيس السوداني السابق أو الأسبق في فترة حكم الرئيس نميري، والمحامي والقانوني المعروف، أصدر كتاب اسمه السودان نقض العهود والمواثيق. أرخ وأصل في هذا الكتاب لمعنى أن السودانيون في العادة سرعان ما يبرمون اتفاق ويتراجعون عن هذه الاتفاقات قبل أن يجف مدادة. وهذا حدث في اتفاقية السلام مع حركة الأنانية، وبالتالي أيضا انهار هذا الاتفاق. ظل هذا ديدا تجارب اتفاقات السلام. في تقديري أن الاختلاف الآن في هذا الاتفاق اختلاف كبير. أولا لا يوجد يعني حاكم فرد مطلق يستطيع أن يبدل آراءه وأن يقير وأن يتراجع عن أي اتفاقات. هذا ما حدث أيضا لاتفاق أبوجا مع مني أركو مناوي، أصابه الإحباط ورأى بأن الاتفاقية التي وقعها في أبوجا لم تثمر ولم تحقق لإقليم دارفور أي نتائج، وعاد أدراجه إلى الحرب تارة أخرى. الواقع أننا نحن الآن نوجد في فترة انتقالية، هناك مؤسسات لهذه الفترة الانتقالية، هذه الحركات التي ستأتي ستصبح شراكة أصيلة. يعني في ظل الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية غالبا تأتي مردوفا أو ملحقا كالزائدة الدودية بهذا النظام، ولا تصبح لك حقوق في المشاركة الأصيلة. الآن هناك إقرار واعتراف بأن حركات الكفاح المسلح هي صاحبة سهم وافر في إسقاط نظام المخلوع البشير، والإقرار بأن هذا الحق هو حق أصيل لهذه الحركات، وأن ما تم من خلال آليات الكفاح السلمي والمدني الذي ساهم تم سقوط النظام على يده عبر السلمية لا ينفي الدور الذي قامت به هذه الحركات أيضا في إيصال النظام إلى مرحلة كان من السهل
إسقاطه. الآن هم أستاذ جميل شركاء حيكون في الفترة اللي جاية في مواقع التنفيذية داخل الحكومة، دي الحاجة اللي ممكن تخلي المواطن يحس بأنه في تغيير، في فعلا سلام حقيقي على أرض الواقع، أي فكرة جديدة أو إحلال وإبدال المواقع التنفيذية برضو عندها أدوار في تيسير الخدمات للمواطن، بحيث أنه يعني يلقى الخدمات الآن قدامه، ودي ثمرة السلام. تجربة الاتفاق اليوم تختلف عن كافة الاتفاقات أيضا في وجه آخر. نحن لا نتحدث عن وضع البندقية فقط، أنا في تقديري أن الحركات الكفاح المسلح ستضخ دماء جديدة في مكونات السلطة الانتقالية، سواء على صعيد مجلس السيادة الانتقالي أو مجلس الوزراء الانتقالي أو المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتكون لاحقا، وربما يشاركون أيضا في مستوى الولايات. وبالتالي أنا أعتقد أن دخول أدمقة ودماء جديدة في سلطة الانتقال ووضع يد الشراكة يد بيد مع مكونات المدنية التي قامت بإسقاط النظام السابق وقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية، الآن هذه الحاضنة تتسع وتستوعب أطراف أخرى كانت لها وسائل وأدوات وآليات تختلف. أيضا إيقاف صوت البندقية صحيح أنه يعطي رسالة إلى العالم الخارجي بأن السودان بات مهيئا للدخول إلى مرحلة أخرى جديدة، وأن حمائم السلام التي ترفرف الآن على رؤوس السودانيين خلقت هذا الواقع الجديد الذي يجب أن يتعاطى معه الإقليم، أن يتعاطى معه المجتمع الدولي بشكل مختلف. وأعتقد أنها رسالة أيضا للداخل السوداني، لكافة المواطنين، بأن استشراف عملية السلام يمكن أن يقود إلى حلحلة كثير من المشكلات، حتى المشكلات الاقتصادية. هذه الرسائل قطع شك حيكون عندها مردود اقتصادي، حيكون عندها مردود اجتماعي في السلام الاجتماعي، وحيكون عندها مردود على المسرح السياسي، باعتبار أن هناك ساسة جدد أيضا يأتون من القابة إلى المدينة وسيمارسون الفعل السياسي. يتوقع أن يتحلون بنزعة وروح ثورية، وهذا أيضا يزكي من نار الثورة السودانية ويجعل جزوتها متقدة، وأن يجعل أيضا الأهداف التي خرج من أجلها الشعب السوداني لتغيير النظام، في تقديري أنها يمكن أن تنطلق هذه القاطرة بقوة دفع جديدة، وتصبح هذه الدماء الجديدة وقود لإشعال روح الثورة من جديد، ومع اختلاف الآليات والوسائل. نحن الآن الجميع يتجه إلى السلمية. أنا أعتقد أنه كما تفضل الخطباء والمتحدثون في ذات المنبر عن أن هذا الحوار ليس حوار بين أطراف متناقضة، هم أصلا شركاء في الهدف، شركاء في القايات، لا يختلفون، يلتقون في الأفكار، وبالتالي ظل هو حوار لترتيب البيت الداخلي السوداني. لا نستطيع أن نقول أن هنا طرفين، بمثل ما هو الحال عندما كانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تقود الحوار بين النظام المباد وبين حركات الكفاح المسلح. كان البون شاسع، كانت المسافة كبيرة، كان هناك تقاطع جذري في الأفكار. طبيعة النظام المباد نظام مؤدلج، تبنى أفكار محددة، هذه الأفكار تتقاطع مع منظور ومفاهيم وافكار المسرح السودانية عموما يعني. وبالتالي هذا الامر خلق واقع كان من الصعب ان تقوم اي جهه بامكانيه تقريب الشقه والمسافات واللحمه بين هذه المكونات السودانيه. يبدو عجبا كانما البعض كان ينظر الى دوله جنوب السودان، يعني كانها كيف يمكن لدولة هذه هي تعاني من حروب داخلية وهي وليدة وهي تعاني من كثير من المشكلات الداخلية أن تقوم هي بدور الوسيط وأن تقوم بحلحلة أزمة تطاول بها الأمد، مثل الحرب، أزمة الحرب في السودان. كأنما بما يشبه المعجزة الآن جوبا استطاعت أن تحدي كبير أن تقوم بهذا الإنجاز. لكن في تقديري أن كلمة السحر في هذا الأمر، يعني السودانيون أقرب لبعضهم البعض سواء كانوا من دولة جنوب السودان أو من السودان، وهم أدرى، أهل مكة أدرى بشعابها، هم أدرى بخصائص ومكونات هذه الأزمات والمشاكل والشخصية السودانية نفسها، وبالتالي هم الذين يمتلكون مفاتيح الحل. أعتقد أن مستعصى على الاتحاد الأفريقي، والعقول في حد ذاته.
وبالتالي أيضا دور الحكومة الفترة الانتقالية في فترة وجيزة في إنجاز اتفاق السلام الذي قاد إلى تكوين حكومة الوحدة الوطنية في جوبا، ومشاركة الدكتور رياك مشار كقائد للمعارضة الجنوبية الآن في منصب النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان. أيضا هذا الأمر كان يعني بذل فيه مجهود من قبل الإيجاد، بذل فيه مجهود من قبل الاتحاد الأفريقي، وفشلت هذه الجهود. وتثنى لهذه السلطة الانتقالية يعني على قصر عمرها أن تقوم بهذه توفق في هذا الجانب. أستاذ جميل، يعني كده كنت عايز أقاطعك في أنه أقول لك إسقاط البندقية وحده لا يعني السلام. تتلاقى الأفكار والعقول، نتناقش داخل القاعات، لكن يبقى التحدي الأكبر في حفظ السلام وإنزاله على أرض الواقع والتمويل. مجموعة من الدول هي ساهمت إسهام كبير جدا في بداية عملية المفاوضات إلى نهاية المفاوضات والتوقيع اليوم، والتمويل هو بشكل يعني عقبة كبيرة جدا لإنزال كل هذه البنود على أرض الواقع. نعم، هو سؤال مهم. ثم ماذا بعد التوقيع؟ أعتقد أن التحدي الأكبر الآن يواجه الجهات المنوط بها تنفيذ هذا الاتفاق، وأن تجعل لهذا الاتفاق سوق وأقدام يستطيع أن يمشي بها بين الناس، وحتى يحس الناس بأن هذه الاتفاقات ليست حبرا على ورق، وأنها قادرة على أن تحدث تحولات في المجتمعات، سواء كانت المجتمعات التي هي في مناطق الحرب أو على كافة مستوى البلاد. ويتوقع أن ينعكس هذا الأمر على أوضاع الاقتصاد وعلى أوضاع حركة الحياة عموما في كافة أوجهها، وحتى على صعيد التعاطي السياسي وكيف يمكن أن تمارس العملية السياسية في السودان بشكل يحدث فيه تلاقح لأفكار متباينة ومختلفة ومن مشارب متعددة، وبالتالي يصبح هناك قدرة على فن إدارة التنوع والاختلاف في السودان دون حدوث أي تقاطعات أو مشكلات ودون اللجوء إلى البندقية تارة أخرى. بالتالي أنا في تقديري أن عقبة التمويل لتنفيذ الاتفاق هي ستظل العقبة الكود، خاصة وأن الدول الراعية الآن لهذا الاتفاق وشركاء هذا الاتفاق أيضا هي دول كما تحدث رئيس دولة جنوب السودان في إشارته إلى الكورونا وتأثيراتها. نحن متهمون بالمسكنة والضعف وهكذا في هذا الإقليم يعني. لا يوجد لاتفاق السلام الذي وقع في جوبا شركاء مثل شركاء الذين نفذوا أو كانوا حول يحيطون اتفاق نيفاشا مثلا. اتفاق نيفاشا كانت دول كبيرة وفعلت ما يمكن فعله لإنفاذ ذلك الاتفاق. لكن الآن نحن نقوم بجهد المقل، وتقوم هذه الدول بإمكانياتها. أنا أعتقد أن دولة جنوب السودان أبلت بلاء حسنا حتى في استضافة هذه الوفود لزمن قارب العام تقريبا. أعتقد أنه هي بذلت جهد كبير، وهي النقطة الأولى ممكن نقول عليها في نجاح اتفاقية السلام. نعم، هذا سر أول للنجاح. أنت موجود في بيتك، أنت لا توجد خارج المناخ السوداني عموما. جوبا والخرطوم هو مناخ واحد. الإحساس المشترك عندما تستمع للأهازيج والأقاني السودانية بلسان المغنين والمطربين الجنوبيين وهكذا، أنت تحس بالتفاعل بين هذه المكونات من دولة جنوب السودان ومن جمهورية السودان، وإحساس القطيعة هذا وأننا أضحينا دولتين. هذا الإحساس موجود على صعيد البروتوكولات على الورق، لا يوجد في الشعور تكاتف يعني داخلي والتعاطف. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه هذه الكيمياء هي التي أنتجت هذا الاتفاق. طيب أستاذ الجميل، الآن على مستوى الشارع السوداني، إذا كنا نتكلم عن تمويل لمجموعة كبيرة جدا من البنود واتفاق سلام سوداني كبير، واحدة من المشاكل الاقتصادية نحن بنعيشها الآن من بعد النظام المباد حتى الآن، المشاكل المتفاقمة دي السلام بيلعب فيها دور كبير جدا. على بال ما يكون في دعومات خارجية لتمويل عملية السلام، شنو دور المنظمات الوطنية داخل السودان الآن اللي ممكن تقوم بتبشير عملية السلام؟ كثير من الناس الآن بيتكلموا عن تردي الأوضاع الاقتصادية عملية حروب، الصرف والإنفاق على الحرب أكثر من الصرف والإنفاق على البنى التحتية. بعد إسقاط البندقية لابد من إنسياب الخدمات. نعم صحيح، أنا أعتقد أنه الآن التحدي انتقل إلى مربع آخر، انتقل إلى جهات يجب أن تلتقط القفاز ويجب أن تهتم بأن تلعب دور أساسي في بناء السلام.
عملية صناعة السلام هي مرحلة أولى على صعيد النظر، تم الاتفاق على تفاصيل وعلى بنود وعلى بروتوكولات، لكن عندما نريد أن نضع يعني هذه البذور على الأرض لكي تنبت، عملية البناء هذه عملية شاقة وعملية مضنية وتحتاج إلى تكاتف جهود جهات مختلفة، وبالتالي هي ليست الجهود الرسمية فحسب، جهود مجتمعية أيضا. جهود مجتمعية، وفي تقديري أن شرائح مهمة، رجال المال والأعمال، جهات منظمات طوعية وإنسانية، هي مطالبة أيضا بأن تبذل المجهود، وليست منظمات محلية فقط، بل يجب أن نستنفر كافة الجهود والطاقات. أيضا السودانيين في المهجر مطالبين بأن يستغلوا كافة العلاقات والإمكانيات ووجودهم في كثير من المنظمات لتسخير هذه العلاقة لخدمة إنفاذ هذا الاتفاق. أنا أعتقد أنه أيضا هناك بعثة اليوني تامس اللي هي متوقع أن تبدأ في يناير وجودها في الخرطوم، وهي معنية بالدرجة الأولى بقضية السلام وملف السلام وكيفية رعاية عملية السلام، هي أيضا يمكن أن تلعب دور في استقطاب دعم منظمات الأمم المتحدة ومنظمات ذات المنظمات الدولية المهتمة أصلا بالمناطق النزاعات والحروب، وتقديم يد العون لهذه الأقاليم التي ظلت ملتهبة لسنوات طويلة. أعتقد أن المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق ظلتا في حالة حرب ممتدة يعني قبل نظام الإنقاذ حتى، فترة طويلة وحرب جدا، وإقليم دارفور الكبير أيضا منذ العام 2003 حوالي 17 عام ظل في حالة حرب مستمرة. هذه القضايا أنا أعتقد أنه لكي نعيد الحياة إلى هذه الأقاليم التي تأثرت بالحرب، هذا يحتاج إلى مجهود كبير. نحن محتاجون الآن لكي نعيد التوازن التنموي إلى أقاليم السودان، ولكي ننهي أيضا ما يقال عن الهامش والمركز وهذه الجدلية، وأن نجعل هناك تنمية متوازنة، أن تتوفر للإنسان كافة سبل الحياة والعيش وكسب العيش، وأن تتوفر الخدمات الأساسية للخدمات الصحية، خدمات التعليمية، كافة أنماط وأشكال الخدمة التي ينبغي أن تطلع بها الدولة وينبغي أن تطلع بها المنظمات كذلك، وأن نعيد المهجرين إلى قراهم التي تم حرقها أو أنها قد أبيدت بالكامل، وأن نجعل هذه المناطق مناطق جاذبة، أن نعيد حلحلة المشكلات التي أدت إلى نزاعات حول الأراضي والحواكير. أنا أعتقد أن البروتوكولات تضمنت كل هذا على الورق، لكن التحدي في أننا كيف يمكن على أرض الواقع، كيف يمكن أن نجعل هذا الأمر ممكنا وأن نجعله واقعا. هذا الأمر يحتاج إلى تضافر جهود دولية، إلى جهود إقليمية، إلى تضافر جهود محلية داخلية. كافة القادرين على أن يمدوا أيديهم لهذه المناطق لكي يكفكفوا جراحها ويضمدوا جراحها ويكفكفوا دموع أهلها وثكالها. أنا أعتقد أن هذا واجب يجب أن يطلع به الجميع. نحن نتحدث عن أفراح السلام اليوم، لكن الأمر حتى الآن أنا أعتقد أننا في قيدومة الفرح، يعني الفرح لن يتحقق بمجرد التوقيع. جميل. المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان هي من المناطق المتضررة افتكر بالحربات في الفترة اللي فاتت. بعد اتفاق السلام اليوم ومجموعة من الناس الآن والسودان عموما هو يعني مبسوط وفرحان جدا بالاتفاقيات دي، إحساس أهلنا في المنطقتين بيكون إحساس كبير ما بين وصول الخدمات وتوفير سبل العيش السليم والحياة الكريمة في المنطقتين بالتحديد، عشان يحسوا بأنه في سلام حقيقي. شنو الرسائل وشنو كمان الدور الحكومي والدور المجتمعي في نفس الوقت؟ أنا أعتقد أنه ما يتعلق بالمنطقتين الأمر لسه فيه تعقيدات شوية، لأنه التوقيع كان توقيع جزئي تم من قبل الحركة الشعبية للجبهة الثورية بقيادة مالك عقار وياسر عرمان. لا زالت حركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة القائد عبد العزيز بن الحلو بعيدة عن التوقيع حتى الآن. هذا أيضا يؤثر على العلاقات المتصلة بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق في المنطقتين. يبدو دي مرحلة تانية. يصبح هذا الأمر يحتاج إلى مرحلة أخرى لاحقة. صحيح أن في إقليم دارفور أيضا حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد
محمد نور لا زالت خارج طاولة الاتفاق، لكن ربما الأمر في دارفور أقل حدة منه في منطقة جنوب كردفان على وجه التحديد. سيطرة الحركة بقيادة عبد العزيز أدب الحلو على هذه المنطقة سيطرة واسعة، ونفوذها ممتد في هذه المنطقة ومتجذر، وبالتالي الحديث عن أن موقع في جوبا يمكن أن ينعكس مباشرة على جنوب كردفان يحتاج لفترة. أنا أعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت، ويحتاج إلى كسر جمود التفاوض مع عبد العزيز الحلو نفسه. لكن فيما يتعلق بالنيل الأزرق، في تقديري أنه الآن تلوح بشريات السلام في النيل الأزرق إلى درجة كبيرة، والتأثيرات القائد مالك عقار على منطقة النيل الأزرق وجنوب النيل الأزرق، أنا في تقديري أنها يمكن أن تخلق واقع جديد، وأعتقد أن هناك وفود وزيارات متبادلة. حتى شاهدنا بعض القوات المسلحة كيف ذهبت إلى مناطق هي تحت سيطرة مالك عقار، وتم نوع من التفاعل الإيجابي من قبل حركة الشعبية في النيل الأزرق مع هذه التفاعل الإيجابي هو المطلوب يعني. نعم، في البدايات أنا في تقديري أنه الواقع لا يجعل المنطقتين على كف واحد، وبالتالي هناك واقع على الأرض عدم وصول لاتفاق مع الحلو يؤثر على اتفاق المنطقتين. طيب ده بيقودنا أستاذ جميل للبعد الشعبي، أكيد عنده أدوار في دفع عملية السلام وفي ترغيب يعني الحركات الأخرى التي لم توقع بعد، يعني افتكر أنه مصلحة المواطن السوداني والشارع السوداني عنده كلمته والمجتمع في حد ذاته الآن منتظر. نعم، أنا أولا أعتقد أنه تطلعات الشعب السوداني قد سئم الحرب بدرجة كبيرة، وأعتقد أن العامل الأساسي الذي يدفع الآن إلى تقبل هذه الاتفاقات ويتلقفها القاعدة الجماهيرية على الأرض، وأن تسعى لممارسة الضغوط حتى على الحركات التي لم توقع. هذا الأمر أنا أعتقد أنه يمكن أن يحرك هذه الحركات من تمترسها ومواقعها التي هي عليها، ويتهدد أيضا سحب البساط من تحت أقدامها لو أنها لم تسحب باتجاه السلام. أولا لأن مبررات الحرب قد انتفت بطبيعة الحال بسقوط النظام نفسه. هذه المنطقية ارتفعت لأن هناك نظام جائر ظالم أراد أن يفرض رؤية أحادية على الكافة، وأيضا هذا النظام مارس نوع من التمييز بشكل أو بآخر بين من يحملون الأفكار التي يتبناها النظام وبين بقية الشعب السوداني. هذا الأمر خلق هذا الواقع. أعتقد أن بمجرد سقوط هذا النظام انتفت كثير من المبررات التي أدت إلى حالة الحرب. بسقوط هذه المبررات يصبح هناك حرج بالغ يواجه الذين لم يوقعون إلى الآن على هذه الاتفاقات، وهذا الواقع يمكن أن يحرك أو يدفع هذه الحركات إلى قبول مبدأ التفاوض، خاصة وأن حركة الشعبية كانت جزء من منبر جوبا. حركة الشعبية بغير الحلو كانت جزء من منبر جوبا، صحيح أنها تمترست وراء موقف صمدي لم تريد أن تتزحزح عنه كثيرا، وظلت تنادي بأن تناقش قضية علاقة الدين بالدولة في منبر جوبا، وكان هناك نظر بأن هناك قضايا خلافية معقدة يجب النظر فيها في المؤتمر الدستوري في خواتيم الفترة الانتقالية. حركة عبد العزيز الحلو قبلت 6 من الشروط في إعلان المبادئ ولم تعترض عليها واعترضت، أصبحت هناك نقطتان خلافيتان، ما يتعلق بتقرير مصير جبال منطقة جبال النوبة وما يتعلق بعلمانية الدولة. هاتان النقطتان هما شكلتا مصدر خلاف كبير جدا، الخلاف الكبير. وأنا أتصور أن لابد أن تتحرك كافة الجهود وأن تستثمر كافة العلاقات، وأعتقد أن زيارة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إلى كاودا كانت مؤشر إيجابي، وأكدت أن بالإمكان أن يفعل رئيس الوزراء أيضا دور كبير في مسألة تحريك المواقف وتليين مواقف الحركة الشعبية في اتجاه الإقبال على عملية السلام. أنا يعني غير متشائم بالمرة فيما يتعلق بهذا الملف، بالإمكان الوصول إلى اتفاق حتى مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة القائد عبد العزيز أدم الحلو، لكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى
مجهود فترة أكبر. أطول ومجهود أكبر. نعم نعم. طيب أستاذ جميل، الآن يعني كده بقول كده اتفاق السلام الآن هو يعني حديث الولادة الآن، الشارع السوداني الآن يترقب احتفالات البيوت خارج السودان الولايات، شنو من الرسائل اللي ممكن نحن نوصلها ببساطة عن اتفاقية السلام بالنسبة للعقول الشابة والناس اللي بتابعونا الآن اللي هم بعيدين من خلال متابعة الفترة اللي فاتت، رغم أنه الآن في وعي سياسي كبير، في وعي بأهمية الوطنية، في وعي بالتغيير. نعم. أنا أعتقد أنه صفحة جديدة انفتحت اليوم، يعني هذه الصفحة الناس لا 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 يعني قضية الحرب والسلام في نعم. السودان ربما الناس لا يدركون بشكل مباشر تداعيات حالة الحرب على كافة الأوضاع نعم. التي أوضاع الاقتصاد، أوضاع المعيشة، أوضاع السياسة، أوضاع المجتمع نفسه والتأثيرات التي حدثت في هذا المجتمع والتهتك الذي حدث في النسيج الاجتماعي السوداني. نعم. كل هذه التداعيات والآثار هي من آثار حالة الحرب في السودان. أعتقد أن طي ملف الحرب يعني عودة التعافي إلى المجتمع السوداني، وهي رسالة مهمة يجب أن يتلقف المجتمع السوداني، ويجب أن يدرك كافة أفراد الشعب السوداني أن أستاذ الجميل، يعني خلينا نتوقف في اتصال هاتفي الأستاذ أسامة عوض الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ أسامة، ونهارك سعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بفضائية الخرطوم، وأهلا بالسادة المشاهدين. نعم. أستاذ أسامة، الآن الشارع السوداني يعني في حالة من الانبساط والفرح بتوقيع اتفاق السلام، أكيد قراءات مختلفة وآراء مختلفة قادرة على أن يعني على أن تنزل هذه البنود وهذه الاتفاقيات على أرض الواقع، القراءة الممكن تكون من خلال وجهة نظرك في هذه الاتفاقية. أولا نهني الشعب السوداني والجميع نحن بتوقيع اتفاق السلام الذي نرجو ان يكون فيه نهايه لكثير من الخراب والتاخير والدمار اللي ظل ملازم للدوله السودانيه، وان يكون فيه بدايه لعهد جديد فيه شراكه حقيقيه بين كل السودانيين، من كل التنظيمات، من كل الجماعات، وفيه سلام ينتج تنمية، وتنمية تنتج نجاح وازدهار للدولة السودانية. الشاهد انه يا عزيزي الكريم نعم انه التحدي الان التحدي الكبير في انه صدق النوايا وفي تنزيل هذه الاتفاقية على ارض الواقع. يعني نعم. يعني إذا كانت المفاوضات مرت بمراحل صعبة وعسيرة، فإن الصعب والأعسر هو تنفيذ تطبيق هذه الاتفاقية بنوايا خالصة، بنوايا وطنية حقيقية من أجل السودان. نعم. أنا يعني المطلوب من كل القيادات السياسية المختلفة، قيادات الحركات والقيادات السياسية التي وقعت على هذه الاتفاقية، كل القيادات في كل مناطق السودان، لأن الاتفاقية هذه الاتفاقية شملت كل مناطق السودان، والتحدي الأكبر في ألا يكون ما ورد في الاتفاقية من تصميم الحكم الذاتي في المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، أن يكون هذا بداية لأن تنخرط المنطقتين في السودان الواحد، وليس أن تنسلخ المنطقتين فيما بعد عن السودان الواحد. هذا هو التحدي الأكبر، وهو التحدي الأكبر، ونحن ثقتنا كبيرة في القائد مالك عقار في أن يقود منطقة النيل الأزرق ويحدث فيها تنمية، وأن تظل السودان الواحد الموحد. والمأمول من الأخ الغائب عبد العزيز الحلو أن يعود الخرط في المفاوضات حتى أن يكون اتفاق منطقة جبال النوبة منطقة جنوب كردفان أن لا يكون ناقصا، لأنه أنا أعتقد أنه هنالك نقص في اتفاق منطقة جنوب كردفان، أنه لسه عبد العزيز الحلو لا زال متمترسا بكاودة التي سبق لي أن زرتها
بعد الراحل العظيم دوغري. فالمطلوب الان، المطلوب الان ان يعود عبد العزيز الحلو والحكومه وفرنسا وكل الكومانات والاستراتات. نعم. وان يعود كذلك رائد الاخ عبد الواحد محمد نور لاتفاق دارفور. انا شايف انه اتفاق دارفور هو نغله كبيره جدا، وانه دارفور واهلنا في دارفور يمثلون جزءا كبيرا واصيلا، جزءا اصيلا واساسيا في السودان الواحد. نعم نعم. استاذ اسامه، يعني نحن بنشكرك لمداخلتك، وان شاء الله كل الرسائل والمناشدات ان شاء الله تصل لقاده الحركات المسلحه وايضا للحكومه باكملها، بانه ضروره السلام على المنطقتين وعلى انه يكون على ارض الواقع هي حاجه مهمه جدا. استاذ الجميل، نرجع ويعني مجموعه الان من المحاور والافكار قد تكون في ذهن المتابع الان والشارع السوداني، واتفاق السلام الان هو على الورق لكن في انتظار ان ينزل على ارض الواقع. حاجه يعني قبل ما نختم مساحتنا، في قضايا كبيره الان لم تناقش، محتاجين أن نوصل رسالتنا ورسالة المواطن السوداني برؤية الأستاذ المحلل وبرؤية المواطن السوداني الاثنين مع بعض. وبطبيعة الحال نعم. عملية السلام يعني لا تستطيع أن تصنع سلام من طرف واحد. نعم. ولا حتى السلطات ولا الحكومات تستطيع أن تصنع حالة سلام. السلام هو مناخ أصلا، يجب أن يكون هو مناخ نفسي يؤثر في كافة أطراف المجتمع ومكونات نعم. هذا المجتمع، وأن يتشرب ويتشبع كافة المجتمع بروح السلام. نعم. وأعتقد أن روح السلام هي الروح الإيجابية التي أنتجت الاتفاق على الورق حتى الآن. الأخ الصديق أسامة وظل يتحدث نعم. عن صدق النوايا. أنا أعتقد أن الأطراف كلها تحلت بإرادة، وجود إرادة سياسية للوصول إلى هكذا اتفاق، رغم التعقيدات، رغم العقبات، رغم ما يكتنف هذه المجموعات والمسارات الخمسة التي وقعت على اتفاقات. هناك كثير من ما دار من جهات مناوئة لفكرة حتى إنجاز وصناعة هذا السلام، لكن صمود هذه المجموعات ومواجهة كافة الحملات الشرسة التي قابلتها ومحاولة التشكيك والتخوين التي طالت هذه المجموعات التي وقعت على مسارات اتفاقية السلام اليوم، في تقديري هذا يؤكد وجود عزيمة قوية، وجود إرادة. التحدي الآن أمام الجميع. لأول مرة مثل هذه الاتفاقات أنت لا تنتظر طرف ينفذ لكي يفي بالتزاماته، أنت تصبح شريك في التنفيذ. يعني الفارق الكبير في هذه العملية عندما أبرم جعفر نميري اتفاقية السلام مع حركة الأنانية، حركة الأنانية ظلت متلقي تنتظر من رئيس الجمهورية أن يفي بالتزاماته لها. الأمر في السودان الآن يختلف في مناخ الفترة الانتقالية. مناخ نعم. الفترة الانتقالية الكافة شركاء فيه، هذه الثورة السودانية الآن التي صنعها هذا الجيل السوداني الشاب، الإحساس أن يعني هذه الثورة الكل يستشعر مسؤولية شخصية تجاه هذا المشروع نعم. وهذه الفكرة، ويصبح الواجب المباشر هو واجب للجميع. اي انسان فينا يجب ان يستشعر هذه المسؤوليه، وبالتالي من ياتون من صفوف حركات الكفاح المسلح سيجدون انفسهم ايضا في لب هذا الحراك الثوري وروح الحراك الثوري. لا يوجد احد يعطي احد شيء. انا استمعت الى اشاره لحديث القائد عبد الواحد محمد نور، واسمى هذا الاتفاق او اشار الى هذا الاتفاق بوصف انه عطيه مزين. نعم. هذا المفهوم ايضا انا اعتقد انه يعني مستمد من الذاكره القديمه. يعني لا احد يعطي احد ولا احد يتلقى من احد. شركاء في نعم انا في تقديري ان هؤلاء الاشخاص سيجدون انفسهم فجاه في مواجهه مشكلات السودان، ازمات السودان، تعقيدات هذا الواقع السوداني، مطالبون جميعا مالك عقار،
جبريل إبراهيم، ياسر عرمان، مني أركو مناوي، سيجدون أنفسهم في مواجهة الجمهور السوداني والشعب السوداني ويطالبه بإنزال هذه الأفكار على أرض الواقع وبحلحلة نعم. مشكلاته نعم. يعني أنت تتحدث عن كفاح مسلح، أنت تتحدث عن حالة ثورية وأنك مارست الكفاح الثوري، والآن نريد أن نرى كيف يمكن أن تساهم في حلحلة مشكلة الأستاذ الجميل نعم. حديثنا بعد الفاصل، فاصل صغير ونتابع بقية الحوار، خليكم معنا. بكم من جديد مشاهدي فضائية الخرطوم وأفراح السلام وأفراح الشارع السوداني وأفراح الشعب السوداني بهذا الإنجاز العظيم الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ الشعب السوداني. الآن البيئة خصبة ومتاحة وموائمة أيضا لإنفاذ هذه البنود التي وقعت في هذا اليوم، وهذه الاتفاقيات بالأحرف الأولى كانت ينتظرها الشارع السوداني، ينتظرها من أجل كرامة العيش، من أجل الرخاء، من أجل مجموعة كبيرة جدا من الأفكار والآمال والطموحات التي تراود الشعب السوداني الذي صنع التغيير. ونحن نتناقش حول السلام، الإهداء للأجيال وإهداء للناس اللي كان لهم أدوار كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت. وأستاذ الجميل الفاضل، نحن لسه بنتواصل، وأكيد يعني في آمال كبيرة جدا عند الشعب السوداني في انتظار إنزال هذه الأفكار المختلفة للسلام على أرض الواقع. نعم، أنا يعني كنت أتحدث في جزئية جوهرية وأساسية ومهمة. أي فرد في لجان المقاومة في أي حي من الأحياء والمناطق والقرى الآن هو يشعر بأن هذه الثورة وهذا التغيير هو مسؤوليته الشخصية، ويفعل ويتحدث كأنما هو يمتلك سلطات كاملة في إنفاذ أقراض هذا الاتفاق، ونحن نرى هذا السلوك في المجتمع السوداني، ويعتقد أن حالة الثورة منحته الحق في أن هناك واجبات مباشرة عليه يجب أن يطلع بها وأن يقوم بها. لا توجد في الحالة الثورية يد عليا ويد سفلى. بالتأكيد. وأنا أعتقد أن قادة، عندما تحدث مالك عقار عن أنه الصفحة هذه تم إغلاقها اليوم وبإمكانهم أن يغادروا إلى الخرطوم غدا، هذا الاتفاق يختلف عن الاتفاقات ذات الطرفين. هذا اتفاق تم إبرامه من طرف واحد، يعني هو يعني تقنين أو ترتيب أو تشريع للانتقال من حالة أن تكون حامل للسلاح إلى حالة أن تأتي بوسائل أخرى. فقط هذا الأمر، لم يحدث فيه أي تغيير. كأنما أنت الآن تقود السيارة وتمنحني المفتاح لتجلس في مقعد آخر وأنا أجلس في المقعد المقابل، وهكذا يصبح هذا الأمر في هذه الحالة. أنا أعتقد أنه المسؤولية ستصبح كبيرة أمام قادة حركات الكفاح المسلح، وسيواجهون بواقع جديد. أيضا الناس وضعوا عليهم أحلام وآمال كبيرة، سيجدون أنهم مطوقون بأحلام جماهير الشعب السوداني ورؤيتهم في كيف يمكن أن يصنعوا التغيير بأيديهم، وأن يسخروا علاقاتهم التي ظلت علاقات متطاولة مع العالم الخارجي ومع كما نعلم مع كثير من الإدارات الدولية للمنظمات وللدول والحكومات. كيف يمكن تسخيرها إيجابا بعد أن كانت تسخر لتمويل حالة الحرب إلى تمويل حالة السلام؟ أيضا هم مطالبون بأدوار كبيرة، وأنا أعتقد أن دورهم ليس في مجرد التوقيع على اتفاقات وانتظار نتائج الالتزام بهذه الاتفاقات. هذا التحدي أمام قادة حركات الكفاح المسلح، وأعتقد أنه يجب أن يستشعروا هذه المسؤولية، وأنهم يأتون إلى الخرطوم في مناخ الحالة الثورية. الحالة الثورية لا أحد فيها يأتي بدعوة من جهة، ولا أحد يمارس فيها دور بناء على تكليف من آخر. الحالة الثورية هي حالة جمعية، وبالتالي هم دخلوا في هذا المناخ. صحيح أن وفود المقدمة للحركة الشعبية وللجبهة الثورية أتت إلى الخرطوم في وقت من الأوقات،
وانخرطت في كثير من الأعمال والمهام قبل توقيع الاتفاق نفسه. وفد في أيام قليلة كان موجود ياسر سعيد عرمان، نعم، ومجموعاته، وظلت في حالة تواصل ومشاركة حتى في اقتراح كثير من القضايا. القضايا والبنود اللي بتخاطب جذور الأزمة. جذور الأزمة. طيب أستاذ الجميل، رسالة أو مشروع ممكن يصب على أرض الواقع للتبشير بعملية السلام، باعتبار أن عملية السلام هي عملية مستمرة وطويلة. في ختام حلقتنا عايزين نرسلها لكل الشعب السوداني ولكل المنظمات ولكل الجهات المكونات المجتمع السوداني بأنه السلام الآن جانا، فمحتاجين نحن نحافظ عليه. في الختام أنا أعتقد أنها مسؤولية أيضا برضو مسؤولية لجهات عدة. نعم. صحيح أنا سأتحدث وأحمل حركات الكفاح المسلح وقادة حركات الكفاح المسلح وأضع عليهم عبء أكبر في مرحلة ما بعد التوقيع، وأعتقد أن الحكومة لها دور هذا غير منكور، دور الحكومة معروف ومشهود، لكن قطاعات المجتمع السوداني، الشباب والثوار ولجان المقاومة والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في السودان والمنظمات الإنسانية والطوعية الموجودة بالداخل وكافة القطاعات، قطاعات الرياضية وقطاعات الثقافة والفنون والآداب، هناك لها دور كبير جدا في مسألة تنزيل هذا الاتفاق والتبشير به. أعتقد أن قوافل واسعة يجب أن تنطلق على إلى كافة أرجاء السودان لكي تبشر بهذا الاتفاق ولكي تشرح تفاصيل هذا الاتفاق ولكي تقدم ما هو المغزى من اتفاق بهذا العمق. اتفاق يريد أن يخاطب جذور الأزمات والمشاكل، اتفاق يريد أن يزيح آثار الحرب المتطاولة وهذا الرقام الذي تركته الحروب. أنا في تقديري أنه مسؤولية كبيرة وهي مسؤولية الفن يجب أن يكون له فيها دور، الأدباء والكتاب والصحفيين والإعلاميين، نحن في الوسط الصحفي والإعلامي أيضا مطالبون بأدوار كبيرة في هذا الصدد وفي شرح وتفكيك مفردات هذه العملية المعقدة، عملية السلام. الأمر ليس مجرد نصوص على الورق، أعتقد أنه الشعب السوداني يجب أن يمتلك بالتأكيد فكرة السلام حتى يتفاعل معه. أستاذ الجميل الفاضل الصحفي والمحلل السياسي، أنا سعيد جدا بوجودك معنا، مجموعة من الإفادات والآراء قدمت لمصلحة الشعب السوداني ومصلحة كل المتابعين، والشارع السوداني الآن ينتظر إنزال هذه البنود على أرض الواقع، هي وقعت على الأوراق والآن في انتظار أن تنزل على أرض الواقع وأن تكون بين أيدينا في جانب الخدمات، في جانب المناحي المختلفة للحياة الكريمة. سعيد جدا باستضافتك أستاذ الجميل الفاضل، نلقاك إن شاء الله مساحة ثانية إن شاء الله. بكده مشاهدينا وصلنا لختام فقرتنا ولختام حلقتنا اليوم أفراح السلام، مجموعة أيضا من البرامج لتفكيك مفردات توقيع اتفاق السلام في بقية اليوم والأيام القادمة. تحياتي.